مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. واسمحوا لي من خلال هذه الحلقة أني أكون موجود ولو بشكل مؤقت في برنامج ألعاب الصلاة، وإن شاء الله يعود للمشاركة بدءا من الأربعاء المقبل بإذن الله زميلي وصديقي العزيز الكابتن خالد العاضي، اللي بتقدم له ولأسرته بخالص العزاء لوفاة شقيقه رحمة الله عليه، وله وللأسرة الصبر والسلوان. وإن شاء الله الكابتن خالد يكون موجود في مكانه وفي برنامج ألعاب الصلاة إن شاء الله، ويتواصل مع حضراتكم بدءا من الأربعاء المقبل. خلونا نبدأ سريعا بأخبار فريق كرة السلة في النادي الأهلي. فريق شباب كرة السلة في النادي الأهلي تحت 18 سنة بقيادة المدير الفني أسامة السيد نجح في الفوز على منافسه وغريمه التقليدي فريق الزمالك بنتيجة 73-63 في إطار لقاء العودة من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. أقيمت المباراة عصر اليوم على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وبهذه النتيجة حصد النادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية دون النظر أو انتظار نتيجة لقاء الكبار وتحديد المركزين الأول والثاني، واللي انطلقت في تمام السادسة مساء على نفس الصالة وفي نفس ملعب المباراة اللي أشرنا إليها في البداية بين الأهلي والزمالك. بالتأكيد ده ليس طموح الجمهور الأهلاوي أو أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس إدارة النادي وكل القائمين على أمور الرياضة وكرة السلة تحديدا، ولكن إن شاء الله القادم أفضل. ومجلس الإدارة زي ما قلنا لحضراتكم في حلقاتنا وتغطياتنا المختلفة، مش بس من خلال برنامج ألعاب الصلاة ولكن بشكل عام عبر شاشة قناة الأهلي، إن النادي الأهلي اهتم جدا بالصفقات ودعم فريق وقطاع كرة السلة هذا الموسم، واستعان بمدير فني أكثر من رائع في الفيرست تيم أو فريق كرة السلة الأول في النادي الأهلي، فريق الرجال الكابتن أشرف توفيق بخبراته الكبيرة، وهو غني عن التعريف وعن سيرته الذاتية الأكثر من رائعة، فضلا عن صفقات ودعم مالي غير مسبوق ودعم الفريق بمجموعة من أفضل العناصر لتكون قوة دافعة للفريق في كافة المنافسات المحلية والدولية. إن شاء الله القادم أفضل، وطموحاتنا بلا حدود وبلا نهاية فيما يتعلق بقطاع كرة السلة وتطويره في النادي الأهلي، وإن شاء الله فريقنا كمان الأول لكرة السلة يستطيع أن يحصد نتائج ويحقق أرقام هذا الموسم على قدر التطلعات والتوقعات المناسبة لحجم الصفقات اللي تمت واللي النادي كان حريص جدا على دعمها والإنفاق عليها ماليا بالشكل المناسب ووفقا لرؤية الجهاز الفني، وكان في استجابة كاملة لكل مطالب الجهاز الفني الجديد بقيادة الدكتور أشرف توفيق. بإذن الله ده ينعكس على النتائج وعلى الأداء في الفترة المقبلة. معسكر مغلق للسيدات السلة استعدادا لبطولة أفريقيا. الفريق الأول لكرة السلة سيدات في النادي الأهلي بيدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمنافسات بطولة أفريقيا، واللي هتقام إن شاء الله في المرحلة من 6 إلى 15 من الشهر الجاري. وحصل فريق السيدات على راحة سلبية من التدريبات يوم الأحد بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 87-71 في إياب دور نصف النهائي أو نصف النهائي لدوري المرتبط، وتأهل الفريق إلى نهاية دوري المرتبط ليواجه فريق الجزيرة عقب انتهاء بطولة أفريقيا اللي بيشارك فيها الأهلي يوم 6 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي. والأهلي بيتعاقد أيضا مع الأمريكية كيلسي ميتشل لدعم سيدات السلة في البطولة الأفريقية، والكثير من الأمور المرتبطة بنشاط الفريق نشاط كرة السلة بشكل عام. قدامنا على الشاشة صورة اللاعبة الأمريكية كيلسي ميتشل، انتهى من هذا التعاقد وأعلن عنه رسميا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي، أعلن عن التعاقد رسميا مع اللاعبة الأمريكية كيلسي ميتشل لدعم فريق السلة للسيدات خلال بطولة أفريقيا المقبلة للأندية. وأبدى الكابتن رؤوف عبد القادر التفاؤل الشديد باللاعبة، وأكد أنها وفقا للحسابات والمعايير الفنية ستكون قوة إضافية كبيرة في صفوف الفريق في الفترة القادمة وخلال المشاركة من 6 إلى 15 ديسمبر المقبل على ملاعب استاد القاهرة في بطولة أفريقيا. وأضاف مدير النشاط الرياضي أن النادي الأهلي أيضا كان حريص على دعم فريق السلة على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى وحصد البطولة الأفريقية، واللاعبة قادمة من دوري المحترفين الأمريكي السيدات WNBA وتحديدا من فريق انديانا فيفر. ويشارك الأهلي وسبورتنج من مصر ومجموعة كبيرة جدا من الأندية الأفريقية المشاركة في منافسات السيدات في كرة السلة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن طموحات النادي الأهلي في هذه البطولة ورؤية المدير الفني لقدرات الفريق وخريطة المنافسة ومن هي الفرق الأقرب إلى التنافس أو أقوى المنافسين وفقا لرؤية المدير الفني الكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق السلة سيدات في النادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن علي.
خير يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معانا. اولا بالتوفيق، موفقين في استكمال مشواركم المتميز على مستوى المنافسات المحليه وايضا في البطوله الافريقيه القادمه ان شاء الله. يا رب دعواتك ان شاء الله باذن الله. موفقين باذن الله يا كابتن علي. رؤيه حضرتك للفريق حاليا، تقييمك لحجم المنافسه المتوقع واقرب المنافسين او افضل المنافسين واقواهم في بطوله افريقيا. بص، البطولة دي قوية جدا، أول مرة في تاريخ النادي الأهلي السيدات يشترك فيها. لحد دلوقتي 10 فرق اللي أكدوا خلاص، أنجولا وموزمبيق دول هيبقوا أقوى الفرق، وممكن تخش معاهم نيجيريا. هيبان كل حاجة في الاجتماع الفني يوم الخميس بإذن الله. هل الفريق مستعد بشكل كافي فنيا؟ مؤشرات نجومنا، نجمات الفريق الاول في النادي الاهلي، اللاعبه الامريكيه الاضافه الجديده للفريق كالسي ميتشل، حضرتك شايف الامور فنيا ازاي في صفوف الفريق؟ الامور فنيه ماشيه كويس قوي، احنا لسه مخلصين جيم اول امبارح، جيمين سيمي فاينال في دوري المرتبط مع سموحه. الحمد لله وصلنا للفاينال، دول كانوا اعداد كويس للبطوله. اللاعبة الأمريكية لسه النهارده، يعني لسه كمان نص ساعة لسه واصلة النهارده، هتبدأ تخش معانا التمرين. احنا شايفينها قبل كده ومتابعينها من شهر، لعيبة على مستوى عالي من الدبليو ام بي، إن شاء الله تبقى إضافة للفريق بإذن الله. يعني الاختيار والتعاقد يا كابتن علي تم بناء على رؤية المدير الفني والجهاز المعاون. بالظبط كده. طيب هل حضرتك شايف انها هتمثل فارق كبير ان شاء الله؟ هل كان الفريق في حاجه الى الدعم بلاعيبه اجنبيه محترفه؟ وايه الاضافه الفنيه اللي حضرتك متوقعها بوجود لاعيبه امريكيه على غرار ما يحدث مع فرق الرجال؟ هي البطوله دي انت ليك اثنين اجانب في الملعب، في الدوري بيبقى ليك اجنبيه واحده بس، احنا معانا كده اوريدي واحده اجنبيه كيو معانا في الدوري. اللعيبه الثانيه كل الفرق جايبها، فكان لازم نجيب واحده تدعمنا. هي لعيبه كويسه ولعيبه متميزه، ان شاء الله تبقى اضافه لينا وان شاء الله تعمل الفرق معنا باذن الله. اللاعبتين يمثلوا فارق كبير، لان زي ما قال كابتن علي هاشم في لعيبه بدات الموسم مع النادي الاهلي بالفعل، فضلا عن التعاقد مع اللاعبه الجديده كالسي ميتشل. كابتن علي، بحسابات بقى الباسكت الفنيه، هل شكل المنافسة وشكل طريقة اللعب بيختلف كتير، وبالتالي تكلفات حضرتك للاعبات بيختلف ما بين المسابقات والماتشات المحلية ومباريات أفريقيا؟ طبعا بتختلف كتير جدا، أفريقيا ليها شغل تاني خالص ونظام البطولة بيبقى ليه شغل تاني خالص، إن البطولة دي لازم تتخذ على مراحل. إن الأول بنخلص دور المجموعات وبعد كده دور الثمانية ودور الأربعة، فلازم بتتقسم على مراحل. طبعا القوة البدنية في افريقيا بيتميزوا بيها فرق افريقيا، احنا بنتميز بالمهارة والذكاء برضو. العامل النفسي والجماهيرنا ان شاء الله في الاستاد هتبقى عندنا تشانس كبير في البطولة دي، وربنا يسهل بس نادي الجماهير تيجي بكثافة باذن الله. باذن الله. ايه اكبر عقبة حضرتك بتبقى عايز تتخطاها مع اللاعبات ومن خلال تكليفاتك الفنية للاعبات الفريق الاول في النادي الاهلي في المنافسات الافريقية تحديدا، الحاجة اللي بتميز المنافسين في افريقيا وبتحاول تتغلب عليها دايما؟ اللي جيم الافتتاح هو جيم الخطة، خطة البداية دي طبعا دي اول مرة يشاركوا فيها البنات، فالجيم الاولاني هيبقى الانطلاقه باذن الله ان شاء الله، نعمله كويس ونعديه باذن الله. ان شاء الله موفقين باذن الله، خطوه خطوه الامور تمشي، واحنا عارفين انكم هتتعاملوا مع كل مباراه كبطوله منفصله وموفق مع فريقك باذن الله يا كابتن علي. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك. شكرا كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق كره السله الاول سيدات في النادي الاهلي، وان شاء الله يكون مشواركم اكثر من رائع ويكون الاداء والنتائج على مستوى قدرات الفريق اللي كلنا على ثقه فيها في البطوله الافريقيه ان شاء الله من 6 الى 15 ديسمبر المقبل. طيب خلينا نرجع نتكلم مرة تانية ونشير إلى عدد من الأخبار الأخرى. 10 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب الطائرة. الكابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة في النادي الأهلي أكد أنه تم استدعاء 10 لاعبين لمعسكر المنتخب الوطني، وده دايما قدر النادي الأهلي الاعتماد على عدد كبير جدا من لاعبيه في كل اللعبات وكل القطاعات، لأنه دائما أبدا ما يقدم أفضل العناصر للمنتخبات الوطنية في الرياضات المختلفة على مستوى المنافسات أو اللعبات الفردية والجماعية، وده استعدادا لتصفيات بطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. وأوضح أن اللاعبين اللي تم استدعائهم للمنتخب هم عبد الله عبد السلام، أحمد صلاح، حسام يوسف، أحمد عبد العال،
محمد عبد المنعم، عبد الرحمن سعودي، عبد الحليم عبو، ومحمد عادل، وأحمد سعيد، ومحمد معوض. وأضاف أن اللاعب أيضا الكندي المحترف جيسون ديروكو المحترف في صفوف النادي الأهلي أيضا تلقى استدعاء دولي من منتخب بلاده، من منتخب كندا، للمشاركة مع بلاده أو مع منتخب بلاده للكرة الطائرة في هذه المنافسات وفي التصفيات الأولمبية. سيدات يد الأهلي طبعا قدامنا صورة نجومنا، نجوم الكرة الطائرة قدامنا على الشاشة، وده في إطار متابعتنا للخبر السابق، وبإذن الله كمان يكونوا إضافة كبيرة لمنتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة إن شاء الله. أنهى الفريق الأول للسيدات لفريق كرة اليد سيدات في النادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن ياسر صلاح الاستعدادات لمواجهة نظيره الشمس في نهائي بطولة منطقة القاهرة، ومن المقرر أن تقام المباراة إن شاء الله غدا الثلاثاء على صالة الأمير عبدالله الفيصل في أهلي الجزيرة في تمام 8 مساء. الأهلي بيكتسح بطولات السيدات، والسنة اللي فاتت كنا محققين رباعية تاريخية، كل البطولات بطولة منطقة القاهرة، دوري العمومي، كأس مصر، ودوري السوبر، وده بيلقي دايما مسؤولية وطبعا حجم أكبر من الأعباء على الجهاز الفني وعلى اللاعبات، لأنه دايما حمل الألقاب والتفوق دايما هو تحدي كبير جدا بحجم التحدي في الفوز نفسه وتحقيق اللقب. الحفاظ على هذا المستوى وهذا التفوق أيضا مسؤولية كبيرة على الرياضي وعلى الأجهزة الفنية، وإن شاء الله يكونوا موفقين في استكمال المسيرة بنفس القوة في الفترة القادمة. شباب الأهلي يفوز بدوري الكاراتيه في الكاتا. أبطال الكاراتيه في النادي الأهلي واصلوا فرض الهيمنة الكاملة على اللعبة، وأضافوا إنجاز جديد للنادي الأهلي بعد النجاح في التتويج بلقب الدوري في منافسات الكاتا على مستوى الشباب والشابات. بهذا الفوز حافظ النادي الأهلي على لقب دوري الكاراتيه شباب وشابات للعام 13 على التوالي، 13 سنة متتالية بفضل الله، وإن شاء الله المسيرة تستمر ومزيد من النجاحات لفرق ولقطاع الكاراتيه أو قطاعات الكاراتيه في النادي الأهلي في المنافسات المقبلة. كانت فرق الكاراتيه في النادي الأهلي قد فازت بلقب الدوري أيضا على مستوى فرق الناشئين والكبار هذا الموسم، وزي ما بنقول لحضراتكم دايما الاهتمام إداريا في النادي الأهلي على مستوى مجلس الإدارة والمسؤولين ورؤساء القطاعات والإدارات التنفيذية فضلا عن الأجهزة الفنية أو إدارة النشاط الرياضي بشكل عام لا ينصب فقط على النجاح في كرة القدم أو تطوير قطاع كرة القدم اللي هو دايما عنوان النجاح الرياضي في نادي الأهلي، بل يمتد بنفس الدرجة وبنفس الأهمية من الإنفاق والدعم بصفقات جديدة والتطوير والاجتماعات والرؤى الفنية والأخذ بكل أسباب النجاح في الأساليب العلمية في الإدارة والتخصص في كل القطاعات المختلفة والاستعانة بأفضل الكوادر. ده بينعكس على أن النجاح ممتد لكل القطاعات في النادي الأهلي ولا ينصب فقط على رياضة فردية أو جماعية، بل على مستوى كل الرياضات والمنافسات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي ويخوضها في مختلف المراحل العمرية وعلى المستويين المحلي والدولي. جاء تتويج شباب الأهلي بدوري الكاراتيه تحت قيادة تامر جمال الدين وحاتم شاهين وإشراف علي صبري وعلي غباشي مديري القطاع للكاتا، وطارق رجب المدير الفني للكاتا، ومثل الأهلي في البطولة مصطفى محمد رفعت وأحمد خالد حسن وعمر منتصر مجدي ويوسف أيمن أحمد ورضوان هشام رضوان ومحمد إيهاب حامد. وحصدت أيضا شابات الأهلي لقب الدوري تحت قيادة علي غباشي مدير القطاع للكاتا، وسيف أكرم بطل مصر والعالم سابقا، وإشراف جمال خليل مدير القطاع، وطارق رجب المدير الفني. ومثل الأهلي في البطولة ميرنا هلال ونادية السيد وشهد مصطفى ومنة الله ياسر وتسنيم أحمد صلاح وفجر عبد الكريم. جمباز الأهلي يحقق المركز الأول في بطولة الجمهورية بواقع 36 ميدالية. فريق النادي الأهلي للجمباز حقق المركز الأول في بطولة الجمهورية تحت 7 سنين وتحت 10 سنين، وحقق 36 ميدالية متنوعة خلال المنافسات التي أقيمت على ملاعب نادي المقاولون العرب. ونجح جمباز الأهلي تحت 7 سنوات بنات في حصد 16 ميدالية متنوعة، منها 5 ذهبية، 2 فضة، 9 برونز، والحصول على المركز الأول بمشاركة اللاعبات جودي أيمن، داليدا إيهاب، هنا أسامة، مليكة أحمد، جانا أحمد، ريماس محمد، ليلى إسلام، رزان عصام، هدى محمد، جانا سامح، رهف وائل، رجا محمد، كارما وائل، كارما طارق، وسلمى حسن. وقدامنا صور بطلاتنا الصاعدات على الشاشة والنجاحات زي ما قلنا لحضراتكم المتحققة على مستوى منافسات الشباب والشابات على مستوى فرق الرجال والسيدات في الأهلي وفي اللعبات والرياضات الفردية والجماعية. بينما حقق فرق الناشئين تحت 8 سنين بنين المركز الأول في البطولة بعد حصد 20 ميدالية ذهبية، ومثل الفريق حمزة معوض، محمد أحمد، مالك تامر، ياسين عبد الرحمن، آدم محمود، محمد حسن،
احمد محمود ومحمد احمد وعبد الرحمن طارق، كريم عاصم، ادم احمد، علي شريف، انس حازم، علي فهمي، باسم صلاح، عدنان سعيد، انس محسن، مالك عماد، ويوسف كريم. يتكون الجهاز الفني لفريق الجمباز في النادي الاهلي من الدكتور محمد فؤاد مديرا فنيا للقطاع، وعرفات محمد مدرب فرق البنين، مها نجيب مدرب لفرق البنات، ومها محمد حنفي مدرب عام، واحمد مسعد طبيب، ومصطفى كامل اداري للفرق. نبقى قليلا مع رياضة الجمباز وعودة بعثة منتخب مصر للترامبولين من المشاركة في بطولة العالم في اليابان، والبطولة اللي عدت منها بعثتنا منذ ساعات قليلة من طوكيو. الاتحاد الدولي للجمباز يشيد ببعثة مصر للترامبولين ويتحدث عن أبطال المنتخب في إشادة من الاتحاد الدولي ببعثة مصر للترامبولين، وتحدث عن أبطال المنتخب المصري بمستوى اللاعبين، أشاد أيضا بمستوى اللاعبين على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي بيشيد بشكل المشاركة المصرية والتزام البعثة المصرية وأيضا الأداء الفني والتطور فنيا. خلونا نسمع تفاصيل أكتر ثم نعود لاستكمال هذا الخبر. معنا على الهاتف الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز. مساء الخير يا دكتور إيهاب وأهلا بحضرتك. مساء النور محمد، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. ربنا يخليك. تقييم حضرتك لأداء بعثة منتخب مصر للترامبولين والمشاركة في البطولة في طوكيو، وأيضا ردود الأفعال عند حضرتك وفي أوساط الاتحاد بعد الإشادة من الاتحاد الدولي وعلى صفحته الرسمية ببعثة منتخب مصر. والله الحمد لله، الشباب مصر شباب الترامبولين وبنات الترامبولين شرفونا في بطولة العالم، واحنا يمكن احنا دي مش اول بطوله عالم نشترك فيها. احنا الترامبولين بقى له حوالي 7 سنين عندنا في مصر، واحنا بدانا مشاركات في البطولات الخمسه بقى لنا حوالي 3 سنوات. السنه دي الوضع مختلف شويه، لان احنا يمكن كان الترامبولين ما كانش فيه منتخبات مجهزه او اجهزه فنيه ثابته للاتحاد. احنا عملنا الكلام ده من حوالي سنه، وتم دمج معظم اللاعبين المميزين في مصر وخدوا فترات تدريب مكثفه في الفتره الاخيره، ويمكن دي كانت بدايه او النواه بتاعت يظهروا بهذا الشكل في بطوله العالم اللي يمكن احنا ما قدرناش نحقق ميداليات فيها، او صعب طبعا لسه احنا في بدايه الطريق، انما المستوى اللي ظهر بيه المنتخب سواء الرجال او البنات كان مشرف جدا جدا، والحمد لله لفت انظار. طبعا حضرتك عارف ان بطوله العالم ده اعلى مستوى تنافسي اكيد في طبعا في اي رياضه. فطبعا ان يجي الاتحاد الدولي ويشيد باداء بعثه مصريه ويكتبوا تحديدا كده من افريقيا تو اسيا، ويعني ويتكلموا على الانجاز بتاع الشباب بتوعنا، دي كانت حاجه مشرفه جدا جدا، والحمد لله ادتنا دفعه وامل للفتره اللي جايه يعني بشكل قوي ان احنا نهتم اكثر بالولاد. واحنا فعلا احنا حاطين بلان كبير في الفتره اللي جايه ان شاء الله للاستعداد للبطوله الافريقيه في شهر 5 ان شاء الله في ليبيا، ودي اللي هتبقى مؤهله للاولمبياد باذن الله. عندنا فرصه ان شاء الله ان احنا عندنا لاعب او لاعبه يسافروا الاولمبياد ان شاء الله. طبعا منافسه قويه جدا مع دول افريقيا سواء في الجزائر او في تونس او في ليبيا او جنوب افريقيا، بس ان شاء الله باذن الله المنتخب بتاعنا يعمل حاجه كويسه باذن الله. موفقين، وزي ما حضرتك بتقول يعني ده وقود وقوه دافعه للاتحاد انه يهتم اكتر بالفرق طبعاً وبالاجهزه الفنيه وبكل من يقدم نتائج طيبه باسم مصر ان شاء الله باذن الله. طيب على مستوى النادي الاهلي، وحضرتك التقيت بالكابتن محمود الخطيب وكنت حريص على المتابعه وتفقد المنشات والتطوير في قطاع وفي انشاءات الجمباز في النادي الاهلي، وايضا كان عندنا خبر منذ قليل قبل ما نتكلم مع حضرتك يا دكتور ايهاب عن اكتساح الناشئين والشباب والشابات في النادي الاهلي لمنافسات الجمباز محليا. الى اي مدى حضرتك مهتم بده كرئيس الاتحاد وبتتواصل مع قيادات الانديه حرصا على وضع اطر او استراتيجيات عامه لتطوير اللعبه بشكل عام؟ والله يعني احنا يمكن عندنا اتجاه عام لجميع الانديه، وكان النادي الاهلي صداق. انا بعد ما توليت رئاسه الاتحاد وكان بعديها بشهور قليله كابتن محمود الخطيب تولى رئاسه النادي الاهلي، حصل اتصال مباشر مع كابتن محمود وطلب مني ان انا احضر للنادي واتابع المنشات، وكان في وضع صعب جدا في منشات النادي الاهلي الخاصه بالجمباز، وهو الراجل وعد ساعتها ان
ان هيتم تغيير كل ده طبقا للمواصفات الدوليه والحديثه او احدث مواصفات عالميه، واحنا كاتحاد فعلا قدمنا له ريبورت كامل عن هذا الموضوع، والمدهش في الموضوع ان كان التنفيذ اسرع من ما اي حد يتخيل، وتم فعلا التنفيذ في خلال الخمس شهور او ست شهور ماكسيمم، وبقى عند النادي الاهلي صاله من اكبر واحسن صالات موجوده في الشرق الاوسط والعالم اللي موجوده واللي احنا حضرنا افتتاحها. عظيم. ده ما كانش الهدف الوحيد عند كابتن محمود، لا كان في تواصل تاني ازاي نقدر نطور من منظومه المدربين وننمي الخبرات بتاعتهم، وده تم فعلا من خلال كورسات كان بيتم بيها الاتحاد، وكان النادي الاهلي من اكثر الانديه اللي بتحرص على ان الجهاز الفني بتاعه كله لازم يحضر كل الكورسات الدوليه دي. عظيم. طبعا الكلام ده كله طبيعي جدا لما اهتم بالملاعب واهتم بالمدربين والاجهزه الفنيه، اكيد هينعكس على مستوى اداء اللاعبين، وده اللي ظهر في بطولات السنه دي تحديدا. فكره النتائج اللي موجوده النهارده في النادي الاهلي بالنسبه للناشئين والكم الميداليات اللي جايبينها السنه دي ده ما كانش موجود في السنين اللي فاتت. كان النادي الاهلي بيتنافس انما ما كانش بالقوه دي، وده اللي كان دافعنا، لان النادي الاهلي نادي كبير ومنظومه كبيره، وزي ما هو المفروض مميز في كل الرياضات المفروض كان يتميز في هذا الفرع برضه اللي هو لعبه الجمباز. طبعا رياضه الجمباز رياضه هامه جدا، وده اللي فعلا حصل من النادي الاهلي، وشفنا نتائجه السنه دي بشكل واضح. بتعكس الرؤيه والتطوير اللي حريص طبعاً عليه الكابتن الخطيب زي ما حضرتك قلت. طبعا بص حضرتك، اهتمام مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره تحديدا بالنادي بتاعه وبالرياضه وباحدى الرياضات لازم هتلاقي نتائج. اكيد الاهتمام بيولد نتيجه. أكيد. وده اللي فعلا احنا لمسناه في النادي الاهلي في الفتره في فتره المجلس الحالي الكابتن محمود الخطيب، بصراحه انجاز كبير جدا. وعلى فكره احنا عندنا لعيبه من ضمن لعيبات المنتخب النهارده اللي بتتاهل للاولمبياد، فرح سيد دي لعيبه النادي الاهلي، وهي حاليا في معسكر مع الاتحاد في هولندا، ودي من ضمن اللاعبات برضو اللي عملت نتائج مبهره في بطوله العالم الاخيره هي وفرق منتخب مصر، وان شاء الله باذن الله عندهم تصفيات في شهر 4 في البطوله الافريقيه، وربنا يكرم تكون سعيده بالحظ وتتاهل للاولمبياد برضو باذن الله. يعني ان شاء الله النادي الاهلي في الجمباز في طفرة غير مسبوقة ونتائج غير عادية، وده هيستمر إن شاء الله بإذن الله موفقين الله. ومزيد من التعاون والتنسيق بين حضرتك وكل المسؤولين في الاتحاد وبين الكابتن الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة. وبشكرك على وقتك دكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، شكرا جزيلا لإتاحة الوقت، لأن أنا أعلم أن دكتور إيهاب في رحلة عمل خارج البلاد وفي أوروبا تحديدا. شكرا جزيلا دكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز. بنكمل حضراتكم تفاصيل الخبر سريعا. في إشادة زي ما قلنا لحضراتكم سمعناها من دكتور إيهاب أمين، شاركت بعثة مصر للترامبولين في بطولة العالم بالعاصمة اليابانية طوكيو اللي أقيمت في الفترة من 24 حتى 30 نوفمبر الماضي، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة 97 دولة. وضمت بعثة منتخب مصر نور البهات ومهاب أيمن وسيف آسر وخالد حسام وأشرقت شريف ومنار حسن وأمنة إيهاب وملك حمزة. والجهاز الفني بيتكون من الكابتن أحمد سعيد كمدير فني لمنتخبنا للترامبولين، والكابتن أحمد أبو العيلة، ومشاركة المحكمة فريدة شريف. بنتمنى لهم كل التوفيق وكل نجاح لكوادر مصرية في الخارج على المستوى العالمي والدولي رياضيا، بيسعدنا مزيد من النجاح على مستوى قطاع الجمباز في النادي الأهلي، ومزيد من التنسيق إن شاء الله بين مجلس الإدارة والكابتن الخطيب والدكتور إيهاب أمين ومجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز. وأنا على المستوى الشخصي بقدم التهنئة لصديقي واحد من أصدقائي المقربين كابتن أحمد سعيد المدير الفني لمنتخبنا الوطني للترامبولين، ومزيد من النجاح إن شاء الله يا كابتن أحمد مع الجهاز المعاون، واللي هيتطلب أو هيستدعي مزيد من الاهتمام زي ما قال الدكتور إيهاب بكل العناصر اللي بتقدم نتائج جيدة ورائعة باسم مصر، ده هيديهم مساحة أكبر من التخطيط والاهتمام والتطوير اللي هتتاح لهم من الاتحاد المصري للجمباز إن شاء الله. كريم عبد الجواد يشارك مع المنتخب في بطولة العالم للفرق. بيشارك كريم عبد الجواد لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش ونجم النادي الأهلي برفقة منتخبنا الوطني في بطولة العالم للفرق والتي تقام في أمريكا خلال الفترة من 15 وحتى 21 من ديسمبر الجاري. يمثل مصر في البطولة علي فرج وطارق مؤمن وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار، ويقود المنتخب فنيا المدير الفني الكابتن أمير وجيه.
وكريم درويش يتابع مران الفراعنة، فراعنة الاسكواش تعدادا لبطولة العالم للفرق. النجم طبعا كريم درويش بطل العالم المصري سابقا، بطل العالم في الاسكواش، كان حريص على حضور تدريبات منتخب الفراعنة في المعسكر المقام حاليا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للفرق. وشهدت التدريبات طبعا تدريبات ومنافسات قوية بحضور علي فرج المصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن المصنف الثالث وبطل العالم، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن، وزاهد سالم ومصطفى عسل بطل العالم للناشئين تحت قيادة طبعا المدير الفني المتميز الكابتن أمير وجيه المدير الفني للفراعنة. وتحمل مصر طبعا لقب بطولة العالم واكتساح الألقاب طبعا على مستوى العام الماضي، ويضم منتخب الاسكواش علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، فيما ينضم مروان الشربجي المصنف العاشر على القوائم الاحتياطية. آخر خبر معنا النهاردة في فقرتنا الأولى وفي متابعتنا لأخبار الرياضة في النادي الأهلي وفي المنافسات المصرية والمشاركات المصرية دوليا وأفريقيا بشكل عام، منتخب ناشئات تنس الطاولة يعود من بطولة العالم في تايلاند. عاد منتخب مصر لناشئات تنس الطاولة تحت 18 سنة إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة العالم واللي أقيمت مؤخرا في تايلاند، وحصد منتخبنا الوطني المركز 11 بعد الفوز على منتخب تايلاند بنتيجة 3-1. المنتخب يضم بين صفوفه هنا جودة نجم النادي الأهلي وأصغر لاعبة في البطولة، وشاركت في منافسات هذه البطولة وعمرها لا يتخطى ال 12 عام. كل التوفيق للناشئين والناشئات والأبطال الصاعدين من النادي الأهلي، واللي هتنعكس عليهم إن شاء الله الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير الرياضة بشكل عام على كل المستويات، مستوى المنافسات الفردية والجماعية. فاصل ونستكمل فقراتنا مع حضراتكم، نستقبل ضيوفنا بعد قليل في ألعاب الصلاة. وإن شاء الله في مقترحات كثيرة جدا اللجنة عاملاها من خلال الأفكار المطروحة للنهوض باللاعبين أبناء النادي نمرة واحد. هنسمع بعض المقترحات دي، لكن عايزين نبقى قليلا مع فكرة الاستثمار في الرياضة وبورصة الانتقالات وأسعار اللاعبين اللي أشار دكتور وجيه أنها مبالغ فيها. النهاردة كام أصبح سعر اللعيب الفولي أو لعيب الطايرة المميز؟ النادي الأهلي طالب يتعاقد مع لاعب مميز، بتسمعوا أرقام تقريبيا؟ إيه الأرقام اللي بتطرح دلوقتي؟ يعني بيعدي 3-4 مليون. 3-4 مليون وده اتغير بنسبة قد ايه؟ يعني من 5 سنين كانت الارقام في سوق انتقالات لا كانت اقل من كده بكتير، بس هو طبعا نتيجة المنافسة بين النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الجيش ونادي سموحة، دول رفع سقف التعاقد، فده فعلا كل لعيب بيخلص عقده نتيجة التعاقدات اللي حصلت الجديدة، فاللعيب بيخلص عقده فبالتالي بيعرض على النادي التاني المقابل، فبالتالي عشان تجدد معاه فلازم سعره يزيد. فعمليه بصراحه مرهقه للمجلس الاداري. النادي يتفادى المشكله دي، المغالاه في الاسعار، بانه احيانا يعتمد على عناصر، يعني فكره التطوير في قطاعات الشباب والناشئين، هل فعلا بتسهل مهمه اختيار لعيبه للفريق الاول وانهم يبقوا؟ ما هو دوت المقترح بتاع اللجنه، ان احنا بننتقي المواهب على مستوى الاقاليم. في عندنا اكثر من 13 اكاديميه كوره في جميع المحافظات، هنبدا نطلب من المجلس ان هو في الاكاديميات دي يخش الثلاث العاب التانيين عشان نشوف في الاقاليم خامات كويسه ونبدا نشتغل عليهم عشان نتفادى في المستقبل حته الاسعار العاليه ديت، وفي نفس الوقت ندعم المنتخبات القوميه وندعم الفريق الاول. فمهم جدا زي ما تفضل الدكتور وجيه قال العمل باسلوب علمي، نبدا نركز على القاعده العريضه من ولاد النادي، فنشوف الاقاليم بابا لو في خامات كويسه نبدا نشوفهم السكان موهوبين ونبدا نسكلهم ونطور ونستفيد من مواهبهم. فلا ان شاء الله هيبقى في طفره في النادي الاهلي، وده يعمل توازن، ما يبقاش النادي محتاج التعاقد دايما مع العناصر او من نجوم من خارج الفريق، يبقى بيعتمد على مزيج من التعاقدات الجديده ومن الناشئين. بس ما نستغناش عن نجومنا، نجومنا دلوقتي محققين القاب وارقام، ما ينفعش في الوقت الحالي ان احنا نقول له كفايه كده او اعتزل بدون ما يكون في ناشئين كويسين من الناس عشان نحافظ على المزج بقى بين الخبرات الكبيره اللي في الفريق والعناصر الصغيره. هو ده اللي بيعمله الكابتن محمد مسلحي دلوقتي. عندنا جيل جميل في الشباب او في الناشئين، لاعبين واعدين محققين رابع بطوله العالم الاخبانيه بتاعه الناشئين، فزي يوسف الصافي، الحسيني، عبد زكريا، عمر زكريا، حماده عثمان، مروان الصافي، المجموعه من اللاعبين مجرد ما هياخدوا الفرصه في الفريق الاول ان شاء الله انا متوقع عليهم مستقبل كبير، والنادي الاهلي دايما هيحافظ على بطولاته لان احنا ما بنعرفش الا المركز الاول. وده محتاج النجاحات اللي بنحققها محتاجه تواصل اجيال، الحمد لله محتاجه دايما نمد الفريق بدماء جديد. طيب
ايه اللي خلى النادي الاهلي من وجهه نظر حضرتك ومن وجهه النظر العلميه والاكاديميه عنده سياسه النفس الطويل والنجاح بارقام قياسيه، تحقيق بفضل الله 101 فوز على التوالي في منافسات الكره الطايره، ده معنى ايه؟ ان الفريق ماشي ازاي في التحاليل الطبيه، في الامور القياسات البدنيه، فكره تخطيط الاحمال السليم، كل الامور دي واهميتها دكتور. اصبح هناك تخصص، يعني كان زمان المدرب بيعمل كل حاجه، هو المعد النفسي، هو البدني، هو كل شيء. الحمد لله في الآونة الأخيرة من خلال 5 سنوات أو 10 سنوات هناك مخطط أحمال تدريبية، هناك متخصص في تأهيل اللاعبين. كان عندنا مشكلة كبيرة أو الإصابات بتاخد التأهيل فترة طويلة جدا، أصبح عندنا ناس الحمد لله علميا أكاديميا بيعدوا اللاعبين على أعلى مستوى. كنا زمان على طول بنسمع أي لاعب بيتصاب بيعمل العلاج الطبيعي والتأهيل في الخارج، طبعا وما ادراك ما التكلفه اللي بتبقى بره عامله ازاي. اصبح الان المدرب بيركز في قياده الفريق اثناء المنافسه، ومعاه جهاز معاون على اعلى مستوى حقيقي بجد، يعني طبيب نفسي، طبيب طبي، تاهيلي، كل التخصصات موجوده مع بقى الاستعانه، وطبعا دي تحسب للنادي الاهلي، احدث اجهزه قياس وتاهيل موجوده في النادي الاهلي. يعني قبل الاصابه ما تحدث ممكن نعمله، ومتاحه لكل الفرق وبنفس درجه الاهتمام، يعني بنفس درجه الاهتمام بكره القدم متاحه لكل الفرق وابطال الرياضه. احيانا بيبقى في كره القدم مثلا الجهاز كره القدم جايب جهاز حديث جدا للاستشفاء الريكفرينج، فالحمد لله رب العالمين بناخد طبعا طلب ونروح، ما بيرفضوش. لأن عرفنا في الوقت ده ان الكابتن الخطيب كان رؤيته وطبعا طرح ده على مجلس الاداره انه يتم التعاقد على جهازين حتى يتاح انه ده يكفي لفريق فريق كره القدم ولفرق الرياضه وباقي، وحتى كمان لو جهاز واحد لا ما بيرفضوش بصراحه. يعني بيستعين بيها في، لان الاستشفاء مهم جدا. وحضرتك باين الاونه الاخيره بالنسبه لفرقه الكوره مثلا، يعني انا هذكر بس مثال على اهميه العلم والاعداد النفسي والذهني والبدني. يعني كثير في الآونة الأخيرة كانت اللعيبة كلها بتصاب، وإصابات يعني بتبقى منتهية، وإصابة تتكرر في نفس السنة مرتين، يعني لسه راجع وترجع تاني. الكل كان بيرجع إلى نوعية الأرض، لا، اللعيبة اللي كلها اللي جت ما خدتش الجرعة التدريبية في النادي الأهلي كما يجب أن يكون. فهنا اللعيب لازم يخضع للكشف الطبي زي اي لعيب عندنا بيحترف بره، يقعد مع عيشة اسبوع او اسبوعين بيقيسوا له كل حاجه، العضله، رسم عضله، استعداده النفسي، الذهني، المحاضرات اللي هي يعني التحاليل الطبيه والبدنيه على اعلى مستوى لغايه وصل الى تحليل دم من خلاله يعرف قوه العضله قد ايه. مهما على شان النجم في العالم، لما كريستيانو رونالدو انتقل من ريال مدريد ليوفنتوس خضع العالم كله، اعلن فانه انتهى اليوم من خضوعه للكشوفات والفحوصات الطبيه، ما لهاش علاقه بحجم نجوميه اللاعب. بالظبط، الاهلي بقى فعلا حقيقي بجد عودنا، ودي مؤسسه يعني متطوره باستمرار، حاجة جميلة. يعني اتفرج على الأجهزة، الرادار مثلا لقياس سرعة الكرة، أجهزة المدفع أو القاذف الكرات اللي هو تأثير كبير جدا في تأهيل اللاعبين. لا، لعبتنا ما بيقلش عن أي دولة أوروبية متقدمة في الفولي بول، فبالتالي وفرت ده. طيب كابتن ممدوح، حضرتك بتشوف ازاي المعادلة اللي بيقدر يقوم بيها الكابتن مصلحي لما بيطلب منه باستمرار أكبر عدد من اللاعبين الدوليين بيؤخذوا أو تتم الاستعانة بيهم من أي نادي، وده قدر النادي الأهلي، تشوف إزاي تعامله فنياً مع ده والدعم أو الدفع بشباب؟ هو ده طبعاً زي ما حضرتك تفضلت، قدر النادي الأهلي إن هو بيشارك بنسبة كبيرة في المنتخبات القومية. هنا الكابتن محمد مستحيل بيستفيد بالفترة ديت إن هو بيركز على الناشئين ويبدأوا يشوفوا أخبار حياتك اللي يصلح فيهم، بيدعموا ويشركوا في المباريات. فده مهم جدا ان احنا نعمل احلال وتجديد ونقل الخبرات من الكبار للصغيرين، ففرصه ان هو يركز في القطاع دوت علشان نبدا في المستقبل اللعيب اللي هو بيعتزل او بيكبر وخلاص عطائه بنشكره على انجازاته وعطائه خلال السنين اللي فاتت دي، فبنبدا نزق ناشئ عناصر جديدة. فلا، الناس شغالة ومهتمة، وفي يمكن زي ما تفضل الدكتور وجيه وقال الأجهزة الجديدة اللي جابها المجلس الأخرانية مهمة جدا، جهاز بيقيس العضلات النهاردة بتجري في التراك على مستوى معين من السرعة على أساس أن أنت تعرف إمتى تزود وإمتى تقلل الجري، بحيث أن هو
تحافظ على لياقتك البدنيه. فالاسلوب العلمي هنا من خلال المحاضرات مع المدربين، ساقط المدربين ان هو يفضل يحط له وحده تدريبيه، ويعني ايه برنامج خلال اسبوع، يعني ايه برنامج سنوي. فهو ده اللي مركزين عليه من خلال اللجنه ومن خلال استاذنا الكبير وعميد كليه التربيه الرياضيه في علم كلنا كنا مفتقدينه. فدلوقتي بدانا للمدربين ندخل لهم الداتا دي على اساس ان هم يستفيدوا من العلم ومن وجوده في وسطنا. يعني ايه اللي حضرتك بتتمنى انه يعمم؟ هل بتتمنى الخطوات المهمه والتطوير اللي بيقوم بيه النادي الاهلي في القطاع ده يتم تعميمه على مستوى انديه مصر كلها؟ وهل ده ممكن يعمل نقله فنيه كبيره في مستوانا عالميا في الكره الطايره وقدرتنا على المنافسه عالميا؟ والله مهمه الاتحاد صعب، ان اكتر من كذا وقت بيحصل فك الاتحاد نتيجه مخالفات او نتيجه حاجات مظبوطه مش في الانتخابات، امور اداريه او تنظيميه. للاسف احنا مشكلتنا كبيره ان احنا نكون عناصر في الاتحاد قادره تدير اللعبه وتكون على قدر من الثقافه والاهتمام ان هو يحتك ويشوف العالم الخارجي ازاي ويوصل بالمنتخب المصري للعالميه. يمكن احنا داخلين على تصفيات اولمبيات، طبعا دي ما بتجيش الا كل 4 سنين، فيهمنا ان احنا كلنا وراهم ندعمهم. نفسنا نلعب نكون في اليابان سواء انسات او رجال، وبندعي لهم ان هم ربنا يوفقهم ان شاء الله. طيب نفس النقطه نفس السؤال موجه للدكتور وجيه حمدي، حضرتك شايف ايه اللي ممكن يتم في اطار التنسيق بين النادي الاهلي وباقي الانديه المصريه في الكره الطايره او في الرياضات الجماعيه بشكل عام من اجل النهوض باللعبات وبمستوى مصر عالميا في المنافسه؟ وبالتاكيد زي ما اشار دكتور ممدوح هنا دور الاتحاد مهم جدا. نعم. انا اسف، النادي اللي مش هيمشي بهذه الطريقه انتهت، مش هيعمل حاجه. احنا بنحاول نقرب المسافات. الفجوه كبيره، لازم نعترف ان الفجوه كبيره. ينقصنا ايه؟ العلم. فأي نادي مش هيستعين بهذه الأجهزة والتنسيق دوت، يعني ممكن بعض اللاعبين بيجي يعملوا تأهيل عندك في النادي حقيقي بجد، يعني بيسمع من أندية تانية، أندية تانية لاعبها في المنتخب بيجوا يعملوا التأهيل أو بيستعينوا بالمدربين بتوعنا. والنادي ما بيبخلش، لأن احنا عارفين مكاننا فين، مش يعني بنقدم المساعدات لكل الناس. وده النادي الاهلي بيجد دور وطني بيقوم بيه في الرياضه، دعم المنتخبات بشكل عام. للاسف الشديد ما عندهاش الامكانيات دي. انا اسف، اللي بيصنع الفارق هو ده. الاهلي ليه بطل؟ عنده المكملات الصحيحه. المشكله الثانيه والاهم اللي احنا لازم نركز عليه حقيقي بجد، يعني الفورمه الرياضيه او الوصول للعالميه هيوصلنا بقى الجزء بقى اللي انا هقوله دلوقتي هو ده المهم. للاسف الشديد العالميه بتتوقف على عنصرين مهمين قوي. العنصر الاول النوم والتغذيه. وفر اللعيبه دي بقى عشان تبقى عالمي. يعني محمد صلاح بيعمل ايه؟ ملتزم جدا، منضبط، بينام بدري، بيتغذى كويس على اعلى مستوى. مشكلتنا في الفولي بول يا كابتن محمد، اهم هدف لازم يجب ان يراعى في التدريب مراعاه الفروق الفرديه. انا عندي 16 لاعب، لازم يكون عندي كام برنامج؟ 16 برنامج لكل لعيب، برنامج على حده. هل ده متوفر؟ صعب. كل بيجري مع بعض، الكل بينط مع بعض، الكل بيخش الاثقال مع بعض. لا. يعني هل حضرتك هنا بتقول انه التدريبات عالميا بتراعي او فيها اجزاء مكمله طبعاً للقصور عند كل لاعب؟ نعم. لازم علاجه من خلال بعض فردي. الاجزاء الفرديه في التدريب فردي. نوع العضله هنا غير نوع العضله هنا، القدره العضليه هنا غير القدره العضليه، حتى حجم التغذيه ونوعها المطلوب للاعب ووزنه غير لاعب. هات لي لعيب في مصر بينام الساعه 10 بالليل، ده عندنا بعض التدريبات بتبدا الساعه 10. لو اتظبطت هذه المنظومه، يعني انا بتمرن من 10 ل 12 مساء، ماتشاتي الساعه كام؟ الساعه 6. انا باجي انام. الحاجه الثانيه والاهم عشان توصل للعالميه، الاحترافيه كما يجب ان تكون على الاقل في الالعاب بتاعتهم. يعني هنا حضرتك بتقول ان النادي الاهلي كانت خطوه مهمه جدا، الاجهزه اللي قام بالتعاقد عليها او شرائها من اجل تحديد القياسات البدنيه والطبيه والتدريبيه الخاصه لكل لاعب ووضع البرنامج الانسب لكل لاعب. عملت طفره كبيره للي بيعرف طبعا يستخدمها. بدنيا وبالتالي فنيا للي بيعرف يستخدمها لازم متخصصين. هي دي بقى المتخصصه دي مهمه جدا يعني. فده اللي بيصنع الفرق. حضرتك بتقول لسه ده مش موجود في مصر، ده ما تعممش في مصر خالص. انديه كثير جدا يعني ما عندهاش، او لو عندها في نماء اللي بيشتغل عليها. يعني حضرتك بتقول ممكن يبقى برنامج جهاز موجود في النادي بس مع ايقاف التنفيذ. بالظبط، مفيش متخصص وخبير قادر يستفيد بقدرات الجهاز. تمام، هي دي بقى المشكله. الانديه كلها اذا ما مشيتش كده
يبقى خلاص مش لا يمكن ابدا اتحصد النادي الاهلي في الجزئيه دي مع اعتبار ان هناك لاعب بيعمل بيصنع الفارق اكيد. يعني انا عندي فرقه النادي الاهلي بس عندي لعيب موهوب قوي اسمه ايه؟ احمد صلاح. جالي لعيب بدني رائع ربنا كده وعدنا بيه لمصر والنادي الاهلي كمل هذه المسيره، واحد اسمه احمد سعيد ومحمد عادل، امكانيات جسمانيه وامكانيات بدنيه هائله. الاهلي لو انا اعتقد يعني حقيقي حظهم كويس وحظ مصر ان اللعيبه دي جت النادي الاهلي عشان يكملوا المسيره ويبقوا لعيبه كويسين. زمايلهم في الانديه اللي كانوا زيهم واحسن منهم راحوا انديه ثانيه للاسف الشديد في طي النسيان، محدش سمع عنهم حاجه خالص، ما حققوش نفس الارتفاع في لان المستوى. المعامله هنا والتدريب هنا يختلف عن الانديه الثانيه. استثمار امكانيات اللعيب ان انا اوصله للتوب. انا عندي احمد سعيد ده ومحمد احمد سعيد ده لعيب عالمي اعلى جامب يمكن في العالم، زي كابتن ممدوح ما كان لعيب كده بسم الله ما شاء الله يمتاز بالجامب العالي وكان يعني حي بجد في سفرياتنا بره كان الناس يقول لك مين ده عملتوه ازاي؟ لانه مميز في قدراته البدنيه قدرات في الملعب بدنيه عاليه. جالنا احمد سعيد بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه ويحفظه ما شاء الله في وجود بقيه النجوم بتوع الفريق، حاجه رائعه ومتواضع وملتزم ومنضبط. النتيجه ايه؟ من افضل لعيب العالم الموجودين حاليا. عظيم عظيم. طيب كابتن ممدوح، هل ممكن يلفت نظركم لاعب طايره في الاهلي في مرحله اقل شويه من اللي بتفكروا انكم تاخدوا منها للفريق الاول؟ يعني ممكن لعيب يبان بدري شويه في الملعب، لعيبه 15 16 ويبقى لافت للنظر، تبداوا تركزوا عليه، يبدا يتعمل له تدريبات لنشوفوا اللعيب ده مبكر جدا بشكل يعني سابق لسنه شويه، وصل لمستوى يأهله انه يقرب من الفيرست تيم في حالات استثنائيه. والله انا ما كنت مسؤول عن فريق السيدات 4 سنوات، كان بنت اسمها دنا شوقي عندها 11 سنه ما شاء الله، وهي 11 سنه كانت خامه مميزه جدا، فضمتها ساعتها للفريق الاول عشان نفسي في يوم من الايام يبقى البلاي ميكر عنصر وطويل علشان بيسد لك ثغره، عايز تبدا تكسبها خبرات، فبالتالي نقلتها للفريق الاول. وده علميا بيبقى له حسابات ولا لا؟ أكيد يعني فكره أكيد السن ده أكيد 11 او 12 سنه هيحتمل الضغوط العصبيه بتاعه الفيرست تيم ولا لا؟ انت بتنقدها مرحله مرحله ودرجه درجه. يمكن برضه نفس اللعيبه كمان مريم متولي يمكن وهي كان عندها 13 سنه كان بتلعب، المفروض القانون بتاع الاتحاد بتلعب تحت 14 سنه فقط، فنقلتها وسجلتها تحت 16 سنه، ويمكن في وقتها اتقابلت بهجوم ازاي لعيبه عندها 13 سنه تعديها مرحلتها وتسجلها في 16 سنه عشان تنفع تلعب في الفريق الاول. وتاني سنه خدت احسن لعيبه في افريقيا، فكان مع اي فريق؟ مع الفريق الاول، السيدات مع الفريق الاول بطوله افريقيا اللي اتلعبت هنا في مصر في 6 اكتوبر. فمهم جدا الاكتشاف زي ما حضرتك تفضلت وقلت، انك ازاي بالعين الثاقبه انك تشوف مين العنصر المميز في اللي واضح من بدري جدا ان هو ممكن عشان تبدا تضمهم وبتدي ناس فرص. يمكن برضو دكتور وجيه ياما طلع لنا لعيبه وياما دخل لعيبه وهي عندها 17 سنه، يمكن احمد صلاح وعنده 17 سنه لعب مع الفريق الاول ولحد النهارده ظهر كنجم بدري جدا يعني. بصراحه محقق نتائج كويسه والقاب عديده سواء بالاحتراف او مع منتخب مصر في كاس العالم، فربنا يوفقه ويكمل مسيرته ونشوفه هو عنده حاجه 40 سنه وفي الملاعب لسه وهو مدرب كبير او خبره كبيره مستقبلا. محمد الكابتن ممدوح بيتكلم في جزئيه مهمه جدا اللي هي دي طفرات، دي حاجات بتظهر بس الذكاء المدرب يكتشف هذه الطفرات. لكن تكملة للكلام بتاع كابتن ممدوح وسؤال حضرتك المهم جدا، ان المرحلة السنية الصغيرة مفيش فيها منافسات عشان ما اعملش ضغط عليه. فأنا بشكرك عشان بس سمعت مرة ان بعض أولياء الأمور في برنامج العائلات ابنها 9 سنين أو بنتها 7 سنين وعاملة لها مدرب جيم بتاخد لياقة بدنية في الجيم، اثقال بقى وتريد ميل وجري وكده. لا غلط. ليه؟ لازم نوضح للناس حضرتك قول لهم علميا ده ليه خطا. مرحله النمو مرحله النمو لو ضغطت على الولد هيجي له تشوهات، هتجي له اصابات في مراكز التمعظم بتاعه العظام، هتجي له اشياء كثيره جدا. امتى ادي اثقال للاعبين؟ في حاله واحده بس مش في البلوغ، عندما اتاكد من تكوين هرمون التستوستيرون. لما يجي له هرمون الذكوره دخله جيم، ادي له اثقال، ده كده مؤهل انه يتمرن على اثقال. لكن قبل كده ممنوع. عشان كده في بطوله اولمبياد بكين 2008 الفريق الياباني الفريق الصيني خد كل الميداليات الخاصه بتاعت الجمباز. ليه هم مميزين في ايه بقى؟ 11 سنه. فالاتحاد الامريكي اشتكى الاتحاد الصيني في الجمباز. ليه؟
لان الاولاد دولت للاسف الشديد تم تدريبهم على الاثقال منذ الصغر، فدي جريمه في حقوق الانسان ان هم ازاي، لان خلاص وفعلا خدوا البطولات دي وبعد كده انتهوا. المجموعه دي ما كملوش. هل صحيح المصطلحات اللي بنستخدمها بالعاميه المصريه لما نقول اللاعب ده اصلهم حرقوا عضلاته في سن صغير؟ تمام. اسرته قالت تدريب مع مدرب برايفت مع كذا يخش سباقات 4 مراحل، هل ده فعلا غلط؟ ولازم نقول للناس انه يا جماعه ما تفرحوش بده في مرحله عمريه مبكره لانه هيخلي سن اللاعب ينتهي وهو 15 16 سنه. دي الرساله اللي ببعتها لاولياء الامور، ما تستعجلش ان الولد يفوز ببطوله. كنا زمان بنشارك في بطولة دارمشتات في السباحة بناخد كام ميدالية يا كابتن محمد؟ 130 ميدالية. هنا في البطولات بتاعتنا منافسات تحت 9 سنين و7 سنين في السباحة مثلا، كارثة. الولد بياخد ميدالية واتفرج على، أتحدى إن الولد اللي بياخد ميدالية ده ما بياخدش مكملات غذائية، سبلمنت دول. دي مش مكملات، دي منشطات. مش مكملات غذائية، أنا آخد مكملات غذائية بيور. اكل بروتين بيور، لكن ما مكملات غذائيه بتعمل ايه في بعض الفنانين اللي احنا ما ماخدش اي حاجه كيميائيه خالص، اي كيميكالز خالص. ممنوع، الولد لسه في مرحله النمو، فبالتالي باثر عليه. بفرح دلوقتي وهات لي اي حد خد ميداليه بعد كده اولمبيه في المسابقات اللي هي زي دي، الولد اللي بدا بدري اتحرق على طول. هل حضرتك مع الراي ده كابتن ممدوح ان فكره ان اولياء الامور او الاسر ما تستعجلش على اولادها وبناتها انه متميز في النادي فيبدا يبقى عايزه يروح مدرسه كمان برايفت، ويا ريت لو في مدرب كمان برايفت بيديله يومين زياده في الاسبوع عشان انا شايف ان الولد مدربينه في النادي بيقولوا عليه كويس فشايفه بطل السنه الجايه. عايزين نقول للناس يمشوا ازاي بالمنهج العلمي ويمشوا مع ناديهم، خصوصا لما يبقى نادي بقدرات النادي الاهلي في ادارته للامور الفنيه. يعني هي بصراحه الحلقه دي مهمه جدا، ويمكن استاذ عزه حافظ أصرت في وجود الدكتور وجيه حمدي لأنه هو في خلال المحاضرات اللي فاتت أثقل المدربين وخدنا معلومات من ضمنها المعلومات اللي هو تفضل وبيقولها. فمهم جدا أن ولي الأمر هو القائد وهو المربي للأجيال الجديدة، ما يستعجلش وما يفرحش أنه ينبغ وهو صغير وبياخد بدني ويخش الجيم. كل الكلام ده زي الدكتور وجيه ما تفضل وقال الكلام ده مش مظبوط. مهم جدا الحلقه دي اولياء الامور يسمعوا ويعرفوا ويتركوا الامور للمتخصصين. فعلا مهم جدا الحتت دي ويتعمل عليها برامج من خلال القناه، ويتعمل خلال محاضرات، ويتعمل عليها صقل للمدربين اللي موجودين في الاكاديميات وفي النادي. العمل باسلوب علمي، انك والولد وهو صغير او البنت وهي صغيره ازاي تخصصها في اللعبه اللي هي هتقدر تنبغ فيها، اللي هي مؤهله لها بالظبط، تكوينها جينيا، تركيبها، مش موجود، تركيبتها العضليه. ده مش موجود في مصر للاسف، يمكن موجود في الدول المتقدمه. ازاي نقدر نستفيد ونعرف الجينات بتاع اللعيبه دي وتكوين اللعيبه دي، هل ينفع هاندبول، ينفع باسكت، ينفع طايره؟ مهم جدا الجزء ده، وهيوفق على ولي الامر ان هو عمال بيحاول اي محاولات عشان ابنه ينبغ في اللعبه اللي هو بينما لو وجهه التوجيه الانسب للولد او للبنت طبيا وبدنيا ممكن الولد ينبغ بسرعه جدا. اكيد دكتور جه مثلا دخل لقى كتف لاعب عريض، لا ده لعيب ينفع هاندبول ما ينفعش كره طايره. فالحته دي ممكن حد يستجيب يا دكتور وجيه، يعني ممكن تكلم حد من اولياء الامور تقول له انا شايف ابنك او بنتك تكوينه انسب في الرياضه دي وانا رايي جربه في الرياضه دي افضل، ويبقى في استجابه. انا بعمل كده على طول وبيستجيبوا جدا. ما هو بياخد بقى كلام من واحد بيثق منه. انا خسار، انت عايز ابنك يبقى بطل، طب ما تلعبه رمح، لعبه جله، لعبه مطرقة، هجيب نتيجة ويجيب ميدالية لوحده أحسن من أي فرقة جماعية. فبيقتنع. وللعلم بقى إن إحنا بنقول إن ألعاب القوة أم الألعاب. فالولد عندنا الله يرحمه خالد الشموتي كان لعيب ألعاب قوة، كثير من اللاعبين بدأوا ألعاب قوة واتجهوا للألعاب الرياضية الجماعية. من دي اللي كانوا بيقولوا عنها دايما ام اللعبات، لانها منها بيخرج اللاعب ويتالق في اي رياضه ثانيه. قدره تانية. عاليه على الوزب، قدره عاليه على الوزب الطويل والعالي، وقدره عطليه للذراعين، شيء جميل يعني. طيب انا الحديث شيق جدا وخبرات حضراتكم خلتنا حتى نخرج من موضوعنا الرئيسي شويه لموضوعات مهمه لكل الاسر وكل الجمهور الاهلاوي واعضاء النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه. لكن خلينا نرجع مع حضرتك ومع الكابتن ممدوح لتوقعاتكم ورؤيتكم. اولا احنا محتاجين ايه في فتره الاستعداد، منتخبنا الوطني واستدعاء 10 من نجوم النادي الاهلي، واحنا فين من خريطه المنافسه عالميا في الكره الطايره، ومحتاجين ايه عشان نحاول نحقق شيء ملموس في اولمبيات طوكيو؟ خليني ابدا بالكابتن ممدوح اتفضل. ويمكن على مستوى الرجال احنا عندنا الاتحاد تفضل وخد لعيبه من اول امبارح، وهيبداوا ينسفوا ان شاء الله معسكر للصين وبعد كده هولندا، وبعد كده يرجعوا يلعبوا البطوله
هنا. المنافس بتاعنا هيبقى فريق الكاميرون وفريق التونس، يمكن دول الثلاث فرق اللي هم بينافسوا على اللقب. قبل كده بقى لنا فتره يمكن طلعوا رابع في كاس الامم الافريقيه وفي دوره الالعاب، يمكن دي عملت للاسف من الروح المعنويه ان ما كانش فيه اعداد كفايه واحتكاك كفايه. وبعد كده راحوا كاس العالم لعبوا 11 ماتش في 15 يوم، اللعيبه رجعت مرهقه. يمكن الكابتن محمد مسلحي كان ليه دور كبير مع الجهاز الكبير اللي هو حاول يعمل استشفاء للعيبه دي ويحاول يرجع لهم وثقتهم في نفسهم، وفي نفس الوقت يحسسهم بدورهم ناحيه المنتخب اللي هو المفروض البطوله على ملعبنا. مش هنقبل ان ما نروحش طوكيو، لازم من خلال اللعيبه وثقافتهم. دي بطوله اولمبيات ما بتجيش في العمر يمكن مره او اتنين للعيبه اللي هم المميزين قوي، ساعات ما بتجيش خالص. فمهم جدا ان هم يعرفوا ده انجاز وتاريخ كبير لارشيف اي لاعب فيهم ان هو يوصل للاولمبياد. هيقول لاولاده بعد كده ان انا مثلت مصر في اولمبياد طوكيو سنه 2020 ان شاء الله. فمهم جدا، ربنا يوفقهم واحنا معاهم وفي ظهرهم وبنسندهم وبندعمهم، فان شاء الله نفرح بيهم ويروحوا يشرفونا في طوكيو. حضرتك راضي عن اعداد المنتخب، شغل المنتخب والتحضير للتصفيات المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه طوكيو 2020؟ حضرتك متابع وراصد اداء وجهد الاتحاد والمنتخب ولا لا؟ لا، انا راصد اكتر جهد النادي الاهلي. 10 لعيبه، الفرقه بخير، المنتخب بخير، مع العناصر الاخرى طبعا الجيده طبعًا اللي بتنضم للمنتخب. يكفي على سبيل المثال فريق لعب كام 11 مباراه في اسبوعين كاس العالم الاخيره ديت، هل هو مستعد اللي كان يعمل 11 مباراه؟ النتيجه كانت كام؟ 3-10 على 12 فرقه. فالحمد لله الاهلي بيعمل استشفاء. الاعتماد الاول والاخير بعد طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، يعني العامل النفسي الفرقه خلاص الفتره قصيره جدا، الشهر الجاي هنلعب التصفيات اللي جاي وفي مصر عندنا. فحضرتك مطمئن لفكره ان القوام الاكبر من المنتخب تم تجهيزه وتاهيله في النادي الاهلي؟ فرقه بتكسب استشفائه بعد البطوله، يعني ده فرقه بتكسب والمفروض الراجل يكمل اللي هو المدرب جيدو اللي هو المدرب الهولندي للمنتخب مع الجهاز الفني، يعمل استشفاء لهؤلاء اللاعبين، يعمل اعداد نفسي لهؤلاء اللاعبين. بطوله في ملعبك طبعا، بدعو الجماهير المصريه المعتدله الجميله المحبه للرياضه والكره الطايره خاصه اللي رايحه تستمتع وتشجع المنتخب بالظبط، بدون مشكلات بدون تجاوزات. اربع فرق على اعلى مستوى، الكاميرون يمكن تبكلم مع كابتن ممدوح، لا مش تونس وبس، ده الكاميرون كمان فرقه قويه جدا كلهم محترفين ولاعبتنا قادرين. انا عندي ثقه في اللعيبه بتوعنا على رسوم اللعيبه النجوم اللي تتحمل المسؤوليه. انا عندي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام وحسام ومحمد عادل واحمد سيد، لا اسماء كبيره قادره على صنع الفارق او تصنع الفارق في هذه البطوله ان شاء الله. الاستعانه بمدير فني اجنبي على مستوى المنتخب الاول او منتخب الشباب، حضرتك مع ولا ضد فكره التعاقد مع الاجانب وليه في الرياضات الجماعيه؟ وهل بتتمنى ان احنا نكمل ودايما نختار افضل العناصر من الخبرات الاجنبيه في هذه المرحله، او بتميل للخبرات المصريه في التدريب للمنتخبات وليه؟ والله انا بقول بالنسبه للمدرب الاجنبي، اذا ما كانش مدرب وخبير على مستوى عالي يبقى عندنا مدربين مصريين بيعرفوا يعني ايه اللعب المصري، ويعرفوا يعني ايه يدفعوه معنويا ونفسيا. ده مهم، ده عامله كابتن محمد صالح في النادي الاهلي، ولذلك محافظ على انجازات وبطولات افريقيا او دوري او كاس، بيحقق ريكورد بقى له كام سنه. فانا كنت برشح خلال الفتره دي من خلال بعد ما رجعوا من كاس العالم، ان هو قلت للدكتور رجيه يا ريت كابتن محمد مسلحي هو اللي يقود المنتخب في تصفيات طوكيو، كده كان هيبقى عامل نفسي كبير جدا، بالذات ان المدرب الهولندي اللي جه ما كانش لسه وصل وعرف امكانيات اللعيبه وتعامل معاهم امتى هينام وامتى هيصحى وامتى هيستفيد من خبرات اللاعب وامتى هيطلع بره الملعب. كنت قلقان من ضيق الوقت بالنسبه فكان يهمني ان الوقت بسرعه، فكان واحد حافظهم وعارفهم وازاي بيدعمهم، فكان يهمني كان الاتحاد ياخد قرار زي كده، بس هو ده دلوقتي الواقع. وخلاص احنا بندعم المنتخب، كلنا بندعم المنتخب وكلنا وراه باي حد إن كان. دلوقتي اللعيبه دي كبيره عندها خبره عاليه، تقدر ازاي بطوله على ملعبك ازاي تحققها، وهم اتحطوا في مواقف زي كده كتير مع النادي الاهلي، وياما في وسط جماهير وفي وسط ملعبنا ازاي بناخد البطولات، فده الامل فيهم.
ويكون المدرب الهولندي خد الفتره الكافيه خلال المعسكرات اللي جايه دي، قدر يصفي يستكشف كل قدرات اللعيبه، يصفي النفوس بينهم وبين بعضهم، بينه وبين بعض اللعيبه. مهم جدا الحته دي نشتغل عليها مع المسؤولين في الاتحاد برضه، يحاولوا يقربوا وجهات النظر ان كل هدفنا ان احنا نوصل للاولمبياد. فمهم جدا يكون عندنا الحماس والرغبه في تحقيق الهدف ده ان شاء الله. دكتور وجيه، بتتمنى ايه من الجهاز الفني، من المدير الفني الاجنبي اللي بيتولى المهمه زي ما قال كابتن ممدوح رغم ضيق الوقت، ومن الاتحاد والمسؤولين في اتحاد الكره الطايره في الوقت القليل المتبقي قبل خوض منافسات التصفيات الاولمبيه؟ بالنسبه للاتحاد يعني الناس اللي موجودين ما بخلتش باي حاجه، دعم من وزاره الشباب والرياضه، امكانيات، مدرب اجنبي يوفر لهم العمله الصعبه، ادوات، اجهزه، سفريات، معسكرات خارجيه، بطولات بيشاركوا فيها. ده بالنسبه للاتحاد يعني حقيقي بجد. المطلوب من اللعيبه بقى خلاص بقى، اللاعبين شدوا حيلكم وربنا معاكم والكره في ملعبكم، ودي ما اقدرش اقول اكتر من كده. طب عايز اسال سؤال تاني بقى، عالميا احنا متالقين على المستوى الافريقي، على مستوى الانديه والمنتخبات في الطايره رجال وسيدات، ولكن لماذا نحن دائما بعيدين جدا في المنافسة على الألقاب الدولية أو العالمية؟ احنا زي ما حضرتك قلت العاشر على 12 فريق في كأس العالم، ليه وإيه اللي ممكن يعمل نقلة حقيقية نلاقي نفسنا في منطقة تانية خالص في المنافسة في الطائرة؟ تبقى مدرسة يعني الناس كلها أمريكا، مدرسة عملت مدرسة خاصة بيها. هل نستطيع عمل مدرسة؟ الخامات عندي جيدة جدا، أساليب التدريب المختلفة متوفرة، ممكن تجيب أي برنامج من أي دولة في العالم المتقدمة وتنقله معك. عايز مدرسة، يعني مدرسة عندك وفرة في اللاعبين المعدين طوال القامة، منافسة شديدة، يعني عندك منافسة، التزام المدربين بلعبة بطريقة لعب معينة، زي مثلا في الهاندبول الهدف من المنطقة البعيدة التسعة بجونين، في بعض المناسبات اتنظمت كده. انا الضرب الاستقبال مثلا عندنا مشكله في الاستقبال، تنافس ازاي وانت عندك مشكله في الاستقبال؟ اهم مهاره عندك، لان ده بدايه التعامل مع الهجمه كلها، مع التحضير لكل واحد. شيء فانت عندك مشكله في الاستقبال، تبدا منذ الصغر تعمل مدرسه، اللعيب اللي بيستقبل على ايد المعد ياخد له نقطه. انا بدي مثال يعني، فانت لازم يكون عندك مدرسه، عندك سيستم، عندك نظام ماشي عليه، الدوري شكله عامل ايه، الفترات الراحه، فريق كرة الدوري المصري في كرة القدم السنة اللي فاتت كام يوم مدته؟ 365 يوم. حد يقول كده الدوري عندنا مش معروف، انتظام المسابقات نفسها بالظبط. فدي كلها سيستم نظام تبقى عالمي. طبعا عندك كل المقومات، يعني حضرتك بتقول محتاجين لتغيير حقيقي وتغيير كبير في نظام المسابقات طبعاً، في بطولات الطايره واساليب او اطر التدريب منذ الصغر بالظبط مراحل الناشئين. هو ده الحاجه اللي هتخليك، لان حضرتك بتقول في مشكلات فنيه باقيه حتى الاجيال من اللاعبين الكبار. نعم. موجوده من الصغر ولسه ما عالجناهاش، مستمره ولا يمكن تتعالج الا لو بدانا من مراحل الشباب. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. يعني حضرتك بتقول احنا محتاجين خطه لعدد من السنوات طبعا عشان نقدر ننافس عالميا في الطايره. 10 سنين او خطه طويله المدى 8 سنين اللي هي دورتين اولمبيتين تقدر طبعا تستطيع. كابتن ممدوح، محتاجين نعمل ايه عشان ننافس عالميا في الطايره؟ هو يمكن الحته الدكتور وجيه تفضل وقالها، المسابقات مهمه جدا، اعاده النظر ايه السلبيات وايه الايجابيات. يعني على سبيل المثال انت بتلعب في بطوله الجمهوريه في قطاع الناشئين في الدور التمهيدي رايح جاي، تبقى المجموعه 6 فرق، انت بتلعب 10 ماتشات في الدور التمهيدي، اغلبيه الماتشات دي ضعيفه جدا لا ترتقي بمستوى اي لاعب او اي فرقه علشان مستواها يتقدم، بتيجي في النهايات تلعبها من دور واحد اللي هو عايز خلاص الامتحانات قربت، عايز يخلص من البطوله، فلازم يرجع تاني يعيد يسمع، يجيب المدربين المتخصصين ويسمع منهم ويسمع راي كل واحد فيهم. حضرتك هل بتطلب النهائيات يبقى عدد مباريات اكبر؟ طبعا هي في ايطاليا، في ايطاليا في ايطاليا في ايطاليا كل فرقه بتلعب الثانيه 5 مرات علشان نشوف مين الكسبان فيهم، ودي الماتشات القويه اللي هي طبعاً جماهيريه. نعم. وبتنجح جماهيريا واعلاميا وبتحضر للمنتخب. انما العب الفرقه المنافس ليا ماتش واحد وياخد البطوله وخلاص والسنه انتهت، فده مش هيعد لاعب جيد. وفي نفس الوقت برضه حته مشكله زي البلاي اوفز، يعني زي البلاي اوفز في الباسكت اللي هي الماتشات بين المجموعات القويه بين الفرق، يعني ده بيعمل تحضير حقيقي. بالظبط كده. في نقطه ثانيه مهمه جدا لازم دراستها جيده من الاتحاد، هي جذب اللاعبين المحترفين.
للأسف مأثرة على المنتخب القومي في مركز أربعة زي ما حصل في كرة القدم. فجأة جابوا جوان كلهم محترفين أصبح ما فيش جون كويس يقف للمنتخب فلغوا. وحصلت المشكلة دي في التعاقد مع مهاجمين في كرة القدم من خارج مصر. بدأنا نتكلم عن أن عندنا مشكلة في مركز راس الحربة مثلا راس الحربة نفس القصة في كرة الطائرة. الأندية المنافسة كل نادي بيجيب لاعب في مركز أربعة فبالتالي لما يجي في المنتخب ما عندناش العدد الكبير جدا في المركز ده. ودي ثغرة كبيرة عندنا في منتخب مصر. يمكن كابتن ابراهيم فخر الدين قبل كده حول احمد سعيد زي ما تفضل الدكتور وجيه وقال احسن لعيب دلوقتي في مصر كان اوبزيت وحوله لمركز أربعة عشان يستفيد. ما ينفعش في وجود احمد صلاح واحمد سعيد يقعد بره فحول المركز دوت اللي هو فيه نقص. وفي نفس الوقت رجوع محمد عبد المنعم بعد ما عمل عمليه صليبي في ركبته وبقاله فتره كبيره بيتعافى وبيتشافى هو فعلا الحمد لله رجع وانضم دلوقتي للمنتخب. ويمكن دي للتعود للمنتخب تاني. رجوع عبد الحليم عبده في مركز ثلاثة نجم من نجوم مركز ثلاثة هيضيف قوه برضه للمنتخب. فده اللي بيطمننا ان المنتخب ان شاء الله. طب الاشكاليه دي يا دكتور وجيه ونفس السؤال ايضا هرجع بيه واختتم بيه الحوار مع كابتن ممدوح. هل احنا لينا تجربه غير العالم كله؟ احنا متفردين يعني الناس بتقول ساعات يا جماعه يا خبراء الرياضه انتوا بتقولوا لنا انه المحترفين بيؤثروا على المنتخبات لانهم بيخلوا اللاعب المحلي مستوى اقل، والعالم اللي سابقنا في الرياضات كلها وبيتفوق علينا في المنافسات العالميه والدوليه بره اطار القاره عنده الاحتراف ده حاجه مهمه واللاعبين وحركتهم كمحترفين كبيره جدا ومبالغ ضخمه بين الدول الاوروبيه مثلا. فين الصح؟ فين الاقرب للصواب؟ وفين الراي الدقيق والموضوعي في الاشكاليه دي؟ انك تعمل لاعب لاعب محترف الكلمه ما عندناش لاعب محترف الداخلي المحلي ده موظف او طالب وفي نفس الوقت بيتمرن وبعض اللاعبين المحترفين بيفكروا في الماده هو عايز يبقى لعيب ليه عشان يبقى سعره يزيد. بره مش كده خالص، بره راتبه اسبوعيا بيتحول على البنك وشغال لوحده وفي ناس بتديره العمليه دي. لكن مجرد التفكير في هذا الكلام بيخليه طبعا يتاثر في كل ادائه. واحنا عندنا العواطف بتعمل شغل. الاحترام مفيش فيه عواطف، يحب ويكره المدرب ده كويس على قلبه مش كويس على قلبه، لا طبعا نظام الاحتراف نطبقه صح. هل حضرتك بتتمنى ما نبقاش دوري هواه نبقى دوري محترفين طبعاً في الكره الطايره؟ طبعا وموجود على جداول دوريات المحترفين طبعا في العالم؟ طبعا. وتعرف البطوله بتاعتك هتتلعب من كام لكام وتظبط مواعيدك والتايم بتاعك والاعداد بتاعك. ايه صعوبه تطبيق الكلام ده يا دكتور؟ ولا حاجه، سهل جدا. بس الناس تقتنع بهذه الافكار السليمه من اسهل مما تتخيل. عمليه سهله جدا. يعني لو طلب من حضرتك من المسؤولين عن الرياضه في مصر رؤيه مع مجموعه من الخبراء اللي هم عندهم تنسيق مع حضرتك وقريبين طبعا وجهات النظر، عندكم رؤيه لتطبيق او كيفيه تطبيق دوري محترفين في الكره الطايره طبعا او في الرياضات الجماعيه؟ اكيد. رايك ايه في الكلام ده يا كابتن ممدوح؟ حضرتك قلت سؤال مهم جدا. ازاي النهارده انت بتلعب بطوله افريقيا بطوله عربيه الفئة اللي قدامك جايب محترفين على مستوى عالي فانت عايز تحافظ على القابك فبالتالي بتستعين بمحترف او باتنين ده بالتالي ميزه ولا عيب بيأثر على المنتخب القومي فازاي معادله صعبه جدا. فانا شايف من وجهه نظري لو انت زي ما حصل في ايطاليا وفي تركيا وفي روسيا عدد من الانديه كبيره جدا بتبقى على مستوى عالي. يعني بولندا عامل 3 دوري كل دوري 12 فرقه ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ال 36 فرقه دول كل سنه بيطلع اربعه وينزل اربعه زي ما بيحصل في كره القدم بس الفرق قريبه من بعضيها بيقدر ما بيجي يختار من المنتخب بيختار احسن العناصر في الانديه دي. يمكن تلاقي نادي بيلعب في درجه ثالثه وفي موجود في قلب المنتخب ده مش موجود هنا. الانديه ومجالس الادارات مش مهتميه بالالعاب الصالات. هتلاقي انديه معينه بعينها هي اللي موجوده في كل لعبه سواء في الطايره هتلاقي ناديين ثلاثه هتلاقي في الباسكت ازيد شويه هتلاقي في الهاندبول برضه نفس القصه. فده مهم جدا ان احنا نزود القاعده نفتح عايزين نفتح يعني الاحتراف. كمان حضرتك متفق مع دكتور وجيه وبتطالب بتطبيق كل اشتراطات ومعايير دوريات المحترفين وتحويل مسابقاتنا في الهاندبول والباسكت والطايره من منافسات او دوريات هواه الى دوريات ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي ده هيعمل فرق كبير في مستوى اكيد يعني. اكيد نتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل لافضل شكل ممكن ونتمنى التوفيق لمنتخبنا في منافساته القادمه في التصفيات المؤهله للتصفيات الافريقيه المؤهله لدوره الالعاب